دخل الكيان الصهيوني مرحلة التخبط، فنفذ عملية اغتيال لخمسة مستشارين من الحرس الثوري الإيراني في غارات جوية على دمشق، جاءت لتجاوز الضغط الداخلي ولفت الانتباه عن الخلافات العميقة بين قياداته والتغطية عن فشل العمليات البرية في قطاع غزة. إخفاق تلو الآخر وفشل ذريع تتبعه هزائم عريضة على أرض المعركة، فهذا الاحتلال الذي يعتمد على المرتزقة ويحترف تسول المال والسلاح، وبعدما غرقت دباباته في رمال غزة لجأ إلى فتح جبهات قتال جديدة لتوسيع دائرة الحرب التي أجبر على خوضها مكرها، وها هو اليوم يجبر على إنهائها بالطريقة التي تمليها المقاومة الفلسطينية. سقطت أهداف الاحتلال الواحدة تلو الأخرى، وتبخرت وعوده باستعادة الأسرى وإنهاء المقاومة الفلسطينية والسيطرة على القطاع. وبعدما كان الاحتلال يتحدث عن مرحلة ما بعد الحرب، صار الحديث اليوم يدور حول ما بعد الإدارة الصهيونية الحالية ومثول مجرمي الكيان أمام محكمة العدل الدولية لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية.